عمدة؟ فاكره؟ وحد ينسى أجمل أيام حياته؟ كنا بنحوش القرش على القرش 4 سنين عشان نعرف نيجي ناخد طاقة فيه. فاكرة عبلة المرة اللي الفلوس اللي كانت معانا ما كفتش حسابها؟ فاكرة يوميا أنت عملت إيه؟ ما تفكرنيش، ده كان حتة يوم، ده كان حتة يوم. بس أنا عايزة أسألك، تفتكر إن الفلوس هي اللي ممكن تساعدنا؟ لا طبعًا يا حبيبتي، الفلوس ما تعملش السعادة. بس قطعًا الفلوس مهمة، والدليل إحنا لما جات لنا الفلوس عملنا اللي طول عمرنا كنا محرومين منه. مظبوط، عندنا أحسن بيوت وأحسن عربيات ودخلنا أولادنا أحسن مدارس. عارفة يا عبلة نفسي في إيه؟ بجد نفسي أعمل شوية فلوس كويسة كده أأمن بيهم مستقبل الولاد. أنا متأكدة إنك أنت قدها وقدود، بس إحنا لازم ناخد بالنا من حياتنا. لازم ناخد بالنا من الولاد، عايزاك تاخد بالك منهم، هما في سن حرج جدا دلوقتي. وبعدين بصراحة عايزاك تقولي إذا كنت قصرت معاك أو معاهم، عشان أنا كمان مشغولة في شغلي. خايفة إن إحنا نكسب الفلوس ونخسر حياتنا وولادنا. لا يا حبيبتي، أنت ما قصرتيش، بالعكس أنا اللي مقصر ورامي الحمل كله عليكي، أنا عارف يا عبلة. بس معلش عشان خاطري استحمليني كمان سنة ولا سنتين بالكتير، أعمل بس شوية فلوس عشان نترستق كده ونرستق الولاد معانا. بس أنا عايزة خيري حبيبي بتاع زمان، حبيبي يرجع لي تاني. وبعدين بصراحة بصراحة أنا عايزاك تبطل العمليات اللي أنت بتعملها دي، أنا اتخانقت مع الدكتور صبري عشانك. دكتور صبري ده إيه؟ ده دكتور فاشل أساساً، لو كان قادر يعمل العمليات دي كان عملها. وبعدين يا حبيبتي ما أنت عارفة إن أنا كده بنقذ مستقبل بنات من الضياع. ده من وجهة نظرك أنت، بس في ناس كتير قوي بتشوف ده غلط. متر